بما ان معظم الناس خلصت امتحاناتها، فحابب النهارده اتكلم عن الاجازه. اول حاجه بالنسبه للناس اللي في الثانويه العامه هتاخدوا اسبوع او اتنين، هنتفق ان احنا نقعد الاسبوعين دول ندعي، ندعي على المدرسين، ندعي على الطلبه، تدعوا على التعليم، تدعوا على نفسكم، وتدعوا ان انتوا تخلصوا السنه دي على خير. خلينا متفقين ان كل اللي بنكون عايزين نعمله في الاجازه بنعمله في الدراسه. نيجي في الاجازه بنكتشف ان احنا ضيعنا الدراسه، خلصنا خلاص الدراسه وخدنا الاجازه، ننام بقى ونفضل نايمين لحد ما نرجع الدراسه تاني. كام حاجه كده اعرفوك انك خدت الاجازه خلاص. امك بتسالك على النتيجه، ابوك يلش ويقول لك ما تقوم تذاكر تعاد ليه، تلاقي مسيتو شغلت لك عيش سفاري واسد اربع قطط وبالليل شغال لك كامب مثلا رعب وكده. انواع الناس اللي هتشوفها في الاجازه، اول نوع وده بيبقى عامل بيات شتو وقافل على نفسه وما بيطلعش لحد، ما بيخرجش، ما بيشربش، ما بينامش، ما بياكلش، هو بيموت في الاخر. تاني نوع هو من اول يوم في السنه مستني الاجازه، عنده بوزيتيف انرجي رهيبه، عايز يعمل كل حاجه في الدنيا، اول ما تيجي تنزله بيختفي مش موجود اوف لاين ما تلاقيهوش، وده غالبا بيبقى هو واللي عامل بيات شتو بيبقوا اصحاب. في بقى صاحبك اللي هو راشل معاك في اي حاجه، بيدوس في اي حاجه حرام، لو قلت له رايح جهنم هيقول لك احجز لي. في الشخص الموفر ده خروجته ما بتزيدش عن 50 جنيه، طبعا ما فيش حاجه اسمها عيد ميلاد لان بيبقى في مينيمم تشارج، ولو حصلت وروح بيبقى مستني هديه من صاحبه العيد ميلاد لانه كله راح ده في حد ذاته انجاز يشكر عليه. تيجي تقول له مثلا في رحله للاقصر واسوان اون فول بورد 10 ايام ب 250 جنيه، يقول لك هشوف 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 هحاول والله هحاول مش قادر، تلاقيه عامل لك بلوك مثلا تاني يوم. على الصعيد التاني بقى في شخص فييز يبقى نازل من طياره الخليج على مصر بقى، ده خروجته ما بتقلش ما بين 600 و 700 الف جنيه، بيطلب حاجات بسبب ومن غير سبب، هو كده هو معاه فلوس مش عارف يوديها فين. في شخص بقى مش عاجبه اي حاجه، ما بيوافقش على اي حاجه، تقول له تروح ملاهي يا عم كبرنا يا عم يا عم كبرنا يا عم، تيجي تقول له مثلا نروح ملاهي تكتشف ان هو نفس الشخص المعفن اللي في الاول، يقول لك اه صغير وبتاع يعني هدفع لي 50 جنيه في بتاع عندي كده ما. تقول له طب عايز تروح فين، يقول لك اي حاجه ما اي حاجه معاك في اي حد. طب نروح نقعد في كافيه، يعني انا نازل من بيتي عشان تقعدوني في كافيه، ما اقعد في بيتي احسن. طب نقعد على قهوه لو الكافيه غالي، مش مشكله فلوس، هي مش مشكله فلوس، ده مبدا انا مش نازل من بيتي عشان اقعد في قهوه. طب ننزل المطريه نتخانق، نقعد على الرصيف، طب نعمل ايه، طيب ما انا مش فاهم والله. المشكله بقى ان هو لو ما بيعجبوش وما بيجيش مثلا عادي هنخرج، انما هو ما بيعجبوش وبيجي، هو جاي ينكد عليكم، هو النكد ده هوايه بتجري في دمه كده. فده الحل الوحيد ان انتوا كلكم تتجمعوا ليه، تفشخوه دار، تلفوه في كيس ولا حاجه، وبعدين تاخدوه مكان ما انتوا عايزين بقى. في دايما واحد بقى كده بيبوظ اي خروج، اللي هو بيروح الساعه 7:30 مثلا، المشكله بقى ان هو ما بيغرش وخلاص، لا هو لازم حد يوصله بحيث يفركش الناس كده يبوظ الخروج. في شخص بقى بيصعب على الشله كلها، بيصعب عليكم لدرجه ان انتوا بتبقوا عايزين تعملوا اي حاجه بحيث يخرج معاكم، يعني ممكن تصوروا له الخروجه مثلا لايف او فيس تايم مثلا، وده بيتجمع فيه كل الصفات اللي احنا قلناها فوق، عامل بايت شتوي، اهله ما بيوافقوش ان هو ينزل، ولو نزل بيرجع الساعه 7:30، ده اللي بتاخده موبايله تقعد تحايله على مامته، تحايله على باباه، تحايله على جدته، تقعد تتكلم مع مامتها ساعتين ونص في التليفون عشان توافق انها تقعد 10 دقايق، يعني كنت جيت اتحايلت على حضرتك في البيت كرسها والله. في بقى مشروع فشل كده بيتعمل قبل اي خروج، جروب الواتساب، ده بيعمل حاجتين عكس بعض تماما، بيتعمل عشان تتفقوا ان انتوا تخرجوا، بس هو هدفه ان هو يقعدكم كلكم في بيوتكم، في الاخر النتيجه هتطلع وكله هيقعد في بيته وانما احسن بقى كلنا. كام حاجه المفروض تعملها بعد ما تشوف الفيديو ده، اول حاجه تعمل لايك، تاني حاجه تعمل شير، تالت حاجه هتلاقي مربع صغير كده اسمه فولو او متابعه ايا كان، تدوس عليه.